انا اخلق واحده اهي ده بطروخ وسمين، يعني انا مطلعه مستخسره ارمي الحاجه دي نحطها للزبون، يعني انا حاطه لها نخيل كلبه بحق الله يتقال، يعني مستخسره صور كده على العلبه بطارخ اهي تمام. ده بطروخ انا اخلق واحده اهو برده سبسكرايب. 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 ما شاء الله يعني يا حلاك رأيك بقى يا سبسكرايب ما شاء الله. شوفوا السمنية ومعاه بطروق، يعني هو سمين ومعاه بطروق. لسه معمولة الحلقة دي عشان عشان هو السردين كمان طبعا اللي بتصورني دلوقتي. لو ترضى تطلع معايا في الفيلم مش راضي، يعني الوقفه دي اللي بتصورني صاحبه الحاجه يا حلوه يا ولاد مسكين. اهدي مش تيجي جنبي يا غير فياسي 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 بقى فياسي بقى فياسي اعمل ايه؟ لا يا حاج واللي اعملوا لي شير ولايك اعملوا لها بقى للفيديو ده شير ولايك وسبسكرايب للفيديو ده. اي يعني بقى كل ده انا اعملوا. طب انت ما بتعمليش؟ اعمل لك. عارفه لو ما عملتيش لا يا خالتي دخلتي على الفيديو ده وقلتي انا اللي كنت موجوده بصي مش هيحصل لك حاجه. طبعا بابا حط لي ازاي حاجه كلها انا مسطحاها. المهم ان احنا عندنا النهارده السردين مجانين، شايفين عامل ازاي؟ حاجه كده اخر حاجه. السردينه جميله شكلها حلو
وبتطلع طريه وسردينه ناشفه جامده، الملح واكلها. لا سردينه جميله سمينه وطريه زي الفسيخ بالظبط، زي الفسيخ شريحه ان شاء الله عليك. اشتغلي حالك والله ما عملتش كده كويس، مش هديك ال 2000 دولار ولا عفارك ولا هديك حاجه. ماشي صوري كده. ايوه ده السردين يا جماعه، انا عملت لكم غير السردين. احنا عندنا بكره الجمعه باذن الله عندنا كل التشكيلات زي ما قلت لكم، عندنا الفسيخ الرنجة كل حاجه، الرنجة بتاعتنا بالسعر ما شاء الله عليا جايبين هنا وهنا اهو ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين محل جميل اهو. انا بوصل كل البلاد برضه يا جماعه على 010، لان واحده بتقول لي رقم ما بيرنش 010 3327 07 44. عندي كل اللي تحبوه، فسيخ مخلي، سردين مخلي، رنجة مخلية، كل حاجة انتوا عايزينها، وكل حاجة زي ما انتوا شايفين نظافة، كل حاجة عندنا الحاجة كلها نظيفة. واحنا نبراء من مدرسة الصينية ومالناش فروع أخرى، والبنت دي بتصورني بنت يعني لو جبتها في الفيديو هيجيب لي 100 اشتراك، بس هي مش عارفة تجيب لي 100 اشتراك. هتعملي لي لايك وشير وسبسكرايب يا جماعه. انا عندي صفحه على اليوتيوب، بالله عليكم خشوا في سخان البحار ام احمد اعملوا لي، عشان انا خلاص وصلت، وصلت واجيب الدراع واجيب كل حاجه، كل حاجه انتوا عايزينها اجيبها. يلا سلام.